أهلا بك إنجي. دعيني أشير بداية إلى أن الاتصالات الأمريكية الفرنسية المكثفة التي جرت في نيويورك بمناسبة انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة كانت تكثفت خلال 72 ساعة الماضية، لم تقتصر على اللقاء الذي عقد بين الرئيسين الأمريكي والفرنسي، بل هي شملت مستشارهما، وقد جرت بشكل خاص بين أموس هوكشتاين المبعوث الأمريكي إلى الشرق الأوسط وآن كلير لوجندر وهي مستشارة الرئيس الفرنسي لشؤون الشرق الأوسط. يجري الحديث حاليا عن بعض العقد التي يعمل على حلها. الجانبان الأمريكي والفرنسي لم يحصلا بعد على جواب واضح من الجانبين اللبناني والإسرائيلي على مقترح وقف إطلاق النار المؤقت. يجري الحديث عن خطة فرنسية تحديدا يوافق عليها الأمريكيون، خطة من ثلاث مراحل. المرحلة الأولى هدنة مؤقتة تدوم 21 يوما، يجري خلالها التفاوض بشأن التوصل إلى وقف دائم لإطلاق النار، أي بعد أن تنتهي فترة الثلاثة أسابيع من الهدنة المؤقتة يجب أن يبدأ وقف إطلاق نار دائم إذا ما اتفقت بشأنه الأطراف خلال المحادثات التي ستجري خلال مدة 21 يوما. والمرحلة الثالثة بعد التوصل إلى وقف إطلاق النار الدائم الذي سيكون المرحلة الثانية، المرحلة الثالثة ستكون السير نحو حل نهائي للوضع القائم عند الحدود اللبنانية الإسرائيلية. هذا الحل يستند إلى نص جديد له علاقة بالقرار الدولي 1701 الصادر عام 2006، لكنه نص مختلف في بعض جوانبه. تذكرين أن القرار 1701 الصادر عام 2006 ينص على وقف إسرائيل تماما لانتهاكاتها الجوية للسيادة اللبنانية وعلى انسحاب كل المجموعات المسلحة من الجانب اللبناني بما فيها حزب الله، وتكليف الجيش اللبناني بل أعطائه دورا محوريا ويكون معززا بوحدات إضافية من قوات حفظ السلام الدولية. هذا ما يعمل عليه حاليا مع تعديلات معينة فرضتها تطورات الأسابيع الأخيرة، مع إشارة إلى أن الولايات المتحدة وفرنسا إنجي يتوزعان المهام على الشكل التالي. تتولى فرنسا إجراء محادثات مع كل من الحكومة اللبنانية وحزب الله وإيران، بينما تتولى الولايات المتحدة التواصل مع إسرائيل.